By the name of Allah, السلام عليكم أخوتي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من The Words Every Day with مصطفى طه. كلماتنا لهذا اليوم، الكلمة الأولى هي legend. legend. legend معناتها أسطورة. أسطورة. أما الكلمة الأخرى هي getting ready. getting ready معناتها استعداد. أو الاستعداد، الأمثلة راح تكون أول مثال I think I think Robin Hood just legend. I think Robin Hood just legend. يعني أنا أعتقد أنه روبن هود مجرد أسطورة. طبعاً هذا رأيي. المثال الآخر You should getting ready to do your exam. Your exam. You should get ready to do your exam. يجب أن تستعد لأداء الامتحان مالك. طبعا هذا المثال سبيشالي لطلابنا في جامعة الإمام الصادق. أتمنى لهم النجاح والتوفيق في الامتحانات القادمة للدورة الثانية. تحياتي لجميع.